وبعد 14 سنة من المعارك العلمية، الدكتور سعيد سليمان أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق بيتمكن من انتزاع موافقة غالية جدا من مركز البحوث الزراعية لتسجيل أصناف أرز عرابي المقاوم للجفاف والملوحة. ومش بس كده، ده كمان وزارة الري نظمت احتفالية كبيرة في محافظة الشرقية لحصاد أول أصناف أرز عرابي المزروع في محطة الزنكلون التابعة للمركز القومي لبحوث المياه. طب إيه هي حكاية الدكتور سعيد سليمان وحكاية أرز الجفاف اللي بقاله 14 سنة بيخوض معركة مع مركز البحوث الزراعية عشان يسجله ويطرحه بشكل رسمي للمزارعين؟ الحكاية بدأت بتوصل الدكتور سعيد سليمان لأصناف أرز جديدة تتحمل الجفاف والملوحة وأطلق عليها اسم عرابي، لكن الدكتور سعيد واجه روتين الحكومة في تسجيل أصنافه عشان يطرحها للمزارعين بشكل رسمي، ورفضت لجنة تسجيل الأصناف بمركز البحوث الزراعية تسجيل أرز عرابي بعد ما تقدم لها الدكتور سعيد بخمس طلبات على مدار 14 سنة. الدكتور سعيد سليمان قال لفيتو ان لجنة تسجيل الاصناف رفضت ارز عرابي لاسباب غير علمية بالمرة، رغم ان على ارض الواقع ارز عرابي بيوفر في استهلاك المية، واستهلاكه 3500 متر مكعب بس، وكمان صنف مبكر النضج وبيقعد في الارض 120 يوم فقط، وانتاجيته بتزيد عن 4 طن للفدان الواحد. اللي اثبت كلام الدكتور سعيد كانت لجنة محايدة شكلها وزير الزراعة السابق السيد القصير في مارس 2023 لتقييم أرز عرابي بعمل تجارب اختبار ليه في محطة بحوث سخا اللي تعتبر معقل علماء الأرز في مصر. وفعلا اتزرعت أصناف عرابي 3 و4، وفي مقابلها تم زراعة 4 أصناف من أصناف أرز سخا اللي أنتجها مركز البحوث الزراعية على مدار السنين الماضية، والنتيجة الحقيقة كانت مفاجأة جدا، وهي تفوق أصناف أرز عرابي على أصناف سخا من حيث الإنتاجية وتحمل الجفاف واستهلاك المياه. وكفاية نقول ان استهلاك اصناف سخة من المية كان 7000 متر مكعب، في حين ان رز عراب استهلاكه كان 3500 متر مكعب بس، وبإنتاجية اعلى كمان. دكتور سعيد اكد انه من خلال اصناف ارز عرابي مصر تقدر خلال 4 سنين بس تزرع 2 مليون فدان بالرز من غير ما تضغط على منظومة المياه في مصر. وقال كمان ان وزير الزراعة الحالي علاء فاروق اجرى اختبار تذوق لاصناف ارز عرابي واشاد بيها جدا. الدكتور سعيد سليمان في لفتة طيبة منه قرر كمان التبرع بنصف عائدات حقوق الملكية الفكرية لأصناف أرز عرابي لصالح إنشاء مركز بحثي بجامعة الزقازيق عشان يكون متخصص في الزراعة تحت الظروف القاسية واستخدامات التكنولوجيا الحيوية.